عبد العزيز ولكن يا ولد المطاوعه يا ولد ما ادري ايش عاد والله كنت مطوع انا كنت مطوع ما هذا المصيبه انت صارت فيك صدمه وانحرفت مصيبه لا مو صدمه قريت قريت انا قريت لا تقرا هذا كان ماركس قرا وما ادري ايه وقفاره وما ادري هالخرابيط ودمر تدمي اساله ليش تغير ليش تغير صدق كنت مع فؤاد الرفاعي بعد قول له ليش تغير كنت صديقه اوه زين وليش تغير؟ تغير القراءات يا شيخ لا تقرا جننت صرت مجنون انت الفرق بين التطبيق الفرق بين التطبيق والعملي وبين القراءات احسنت انت نعم. تقرا دوله مثاليه اسلاميه ايه؟ راح تحقق فيها العدل مثاليات شبعنا ان شاء الله شبعنا مثاليات لكن بعدين مع التطبيق انت تشوف هناك في اختلافات تشوف في تناقضات يا اخي دامت تشوف رجل دين هنا يقول هالشيء ورجل اخر يقول هالشيء خلص مع تجربته وتبي ترد فصارت في القضيه قضيه غير عقليه غير منطقيه هنا يبتدي الانسان يتساءل تعال يا جماعه هل فعلا احنا نستحق ان نكون تحت حكم الشريعه ام نستحق ام ان هناك يعني منظومات افضل ليست كامله لان لا توجد اي منظومه يعني الدول الدنيه فشلت الدول الدينيه نعم فشلت لم تنجح اي دوله دينيه في التطبيق لحد الان وقدمت نموذج مثالي لدوله متحضره مدنيه تحمي الانسان كل الدول او غالبيه الدول الاسلاميه الان المسلم فيها يعاني غير المسلم انت الحين احنا قلنا الحاد هني وبغيت تاكلنا فما بالك بالمسيحي ما اكلتك انا وبالشيعي وبالملحد